على أنغام الموسيقى احتفل السودانيون حكومة ومعارضة بنجاح الجولة التفاوضية الثانية والتي أفضت إلى توقيع الأطراف على بروتوكول الإعلان السياسي. الاتفاق على بنود التفاوض وترتيباتها، وهذا طبعا يعتبر تقدم كبير. مواطنون جاءوا ليعبروا عن فرحتهم، كل على طريقته، فليست الموسيقى وحدها هي ما تحركهم، إنما حاجتهم إلى السلام. أخواننا أبناء السودان كله وأخواتنا، أننا سنعض بالنواجذ على ما تواثقنا وما توافقنا عليه، وسنبني عليه ويكون لنا قاعدة للانطلاق إلى الحل الشامل الذي يرضي كل التطلعات بإذن الله. السلام أصبح حاجة ينشدها الشارع السوداني، فالتفاعلات التي انعكست على إثر أغاني الحماسية السودانية التي صاحبت حفل اختتام الجولة التفاوضية الثانية تعكس روح التسامح السائدة. نتوجه جميعا نحو السلام، والسلام وحده هو الذي يمكن أن يستكمل الثورة ويمكن أن يبني نظام جديد. نحن يجب أن نتجه في السودان نحو إقامة نظام جديد للمواطنة وللسلام. إذن صفحات الحرب بدأت تتبدد في ظل الإرادة التي تدفو أبناء السودان نحو تحقيق السلام. السودانيون والسلام معادلة متلازمة لبناء مستقبل جديد للبلاد. مبيور شيريلو، الحدث، جوبا.